كده. خاصة الكورديون، خاصة الكورديون ديكا كبيرة. احنا خرجنا باش نزيدو نذكرو خاوتنا المواطنين باش نتوخاو الحيطة والحذر، لأنو راكم تتبعو كل وراكم تشوفو كل بلي رانا كل يوم نسجلو عائلات تموت بغاز أحادي أوكسيد الكربون المحروقة ونظفوها من بقايا أعشاش الطيور. تفقدوا المدخنات خاصة في السكنات الجماعية. هذه توعية للمواطن الجزائري بصفة عامة من خطر كوارث الغاز وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نتمنى من الشعب الجزائري أنه يستغنى على الكورديون، يستغنى على الفليكسيبل تاع الغاز، لأنهم هذم هما الوليلة راهم يديروا في المشكل الكبير. وثالث حاجة نتمنى الإنسان هذا لو كان يدير على الأقل لارياسيون على الأقل بسواسونت والله بسونديس يحل حاجة صغيرة في الدار. يعني على الغاز هذا راه دايما الناس تموت، يعني الناس لازم تاخذ حذرها، تشوف لا فويت، تشوف وما يركبوش برك، يركب لازم يجيب سبيسياليست يركب له الفرنو، لازم لي يعرف ما يركبش برك واحد يروح يجيب كريمونات برك ويركب له وسمو، وهذاك الوسمو تاع الفليكسيبل هذاك الاصفر هذاك راه مش مليح، يركب بالنحاس. هذه هي وبارك الله. أطلقت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوريريج قافلة تحسيسية توعوية جوارية تجوب شوارع وأحياء والساحات العمومية بمدينة برج بوريريج من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بخطر الغازات المحروقة غاز أحادي أكسيد الكربون القاتل الصامت. القافلة تجوب كذلك الوحدات العملية المتواجدة بدوائر الولاية من أجل تحسيس المواطن من خطر القاتل الصامت بالتنسيق مع كافة الشركاء الفاعلين في مجال التحسيس والتوعية.